قال لي خابت وطاحت العلمانية أو العميانية الغبية هذه العميانية التي دمرت بلاد العرب ولا قيامة للعرب إلا بالإسلام الأعز وعودة شرع الإسلام الحكيم العظيم الدين الحق شرع رب العالمين هكذا قال لي فدخت و وحسبتها في رأسي فقلت كيف أتحدث مع هذا التعليق أو كيف أجيب على هذا التعليق لم أجد إلا أن أقول له أنت تتحدث بطريقة صحيحة جدا شكرا جزيلا لتعليقك فأجابني فقائلا قال الظاهر أنك لا تريد مناقشتي لأنك تعلم أنك ستسحق فأنت تضاد وتخاصم دين رب العباد الذي يحارب الاسلام دين الله تعالى كانه عنز تنطح جبل هكذا قال وحتما ستتكسر قرون وراس العنز واكرم الله عبدته العنز عبدته العنز هكذا قال انا فعندئذ قلت لابد ان اجيبه هذا المتحمس والمتدين الذي يرى بأنه حارسا للعقيدة وعليه الدفاع عنها وبصفته هذه أي أنه ليس بصفته صاحبة نفس خاصة وصاحبة شخصية خاصة لا بصفته حارسا للعقيدة والجماعة التي يعني امتشق يعني ام الحسام المهند لكي يحارب من أجلها ويهدد كل من تسول له نفسه الاقتراب من علينا هذه العقيدة وصونها ومن أجل صيانتها فقلت له أنا لا أستطيع مناقشتك لسبب بسيط هو أنك لا تناقش أنت تعتقد أن كل ما تقوله صحيح تحتاج الآخر فقط لكي يقر لك بهذا وأنا وللأسف لست من هؤلاء تحياتي الحارة لك هكذا اجبت هذا الرجل وهو نموذج لعشرات بل ملايين الاشخاص الذين يرون بانهم حراسا للعقيده وعليهم واجب وحيد واوحد هو حمايه العقيده، هذه العقيده وبالتالي هو لا يمتلك نفسا خاصه به، انما يمتلك نفس الجماعيه التي غذيت وأصبح يشعر بانها نفسه الحقيقيه التي عليه ان يصونها ويحرص على ان لا يتعرض لها احد. من هنا هو لا يرى نفسه الا كمراه لجماعته، اي ان الجماعه جماعه المؤمنين هي المراه التي يرى بها نفسه وهذه النفس هي التي تعيش معه وعليه دائما ان يحافظ عليها ليس لانها تابعه له بل لانها تابعه للجماعه. من هنا نفهم كيف يفهم المتدين او او الشعوب عموم الشعوب يعني والقديمه خاصه وليست المعاصره او التي وصل او وليس الطبقات المثقفه العارفه التي ترى بان الامر ليس بهذه الصوره وتراقب نفسها باعتبارها ظاهره تستحق الدراسه والتامل والتحليل وليس الـ الـ الانصات والخضوع. فبالتالي هو يرى بانه هو جزء من هذا النفس ومراه هذه النفس هي مراه للجماعه وعليه صيانتها ودائما الحرص على ان تكون نفسا خالصه ومتطابقه تماما مع الجماعه، هذه النفس بالضروره هي متضاده مع جسده متضاده مع نفسه بالتالي هو يرحي بجسده من اجلها، هذا اللي كذا نفهم لماذا ينتحر او يضحي بنفسه هذا الشخص. لانه لا يرى بان هنالك كائنان داخله ك... هو يرى هناك مكونان مكون الجسد ومكون النفس فعليه ان يتخ... بالتالي الجسد ليس هو الجزء الاساسي بالنسبه له هو موجود لكنه يخضع ويستعبده ويستع... هذه النفس التي في داخله والتي هي ليست له ولكنها يرى او يعتقد بانها نفس ليست له او هي انها قبس فيها قبس من النور الالهي وهي مسألة ممكن درسنا جميع الشعوب انا يعني اطلعت على جميع المعتقدات لدى جميع الشعوب القديمه والمعاصره حتى لكلهم لديهم هذا التصور الثنائي للنفس للكينونه الانسانيه فبالتالي هو يعتقد بان هذه النفس هي التي عليهم الدفاع عنها وهي جزء من الجماعه وانها جزء خارجي منه ليس جزء خاص به انما ويشعر بان هاي النفس دائما تؤنبه وعليه ان يصونها من حمايه اي من اي شيطان من امثال يعني يحاول ان يعني يدنس او او ينتهك حرمه هذه النفس الالهيه التي هي دون ان يشعر هي النفس الجماعيه او هي الغذاء الذي تغذى عليه منذ طفولته داخل هذه الجماعه وعليه ان يحرص عليها والا انقطع عليه الغذاء ولم يعد يستطيع ان يستمر على قيد الحياه ليس الحياه حياته الجسديه انما الحياه النفسيه والتي اصبحت حياه دينيه خالصه او بالمعنى حياه الدين هو الدين مفهوم تسمي حياة إلهية خالص، حياة مقدسة خالصة من هنا نستطيع أن نفهم لماذا يشعر المتدين بأنه هو جزء من المجتمع لأنه هو يرى بأنه هذه النفس هي جزء وأصيل ودائم منه وهذه النفس هي تابعة أو هي جزء من المجتمع الذي ينتسب إليه وبالتالي هذا الجزء هو الذي يحركه ويدفعه إلى العمل وإلى التصرف وإلى أن يحول الأفكار ويحول المواقف الفكرية والتصورات التي غذيت بها نفسه إلى واقع عملي ويحرك ذاته كلنا نعرف أن أن الأفكار لدى العامة كما يقال أو لدى العموم البشر تتحول إلى أفعال حقيقية وهذا واضح عندما تجد رجال الدين يقومون بهذا الدور العظيم والكبير والخطير دائما عبر تاريخ البشرية أنه يقف على 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 النبوة يعني النبو أو يعني شيء مرتفع إلى معنى الكلمة القديم ينبو ليت الفتى حجرا تنبو الحوادث عنه فهي معنى أن هذا هو ينبو يقف على حجر عالي ويوجه الآخرين بكلامه وتصوراتي وهذا الأفكار تندرج في ذهن المستمعين المتدينين المتحمسين للفعل فتتحول هذه الأفكار إلى واقع وبالتالي هذه الجماعة تتحول إلى بسرعة هائلة إلى يعني موجة كاسحة تخترق في طريقها أو تسحق في طريقها أي شيء هنا نفهم كيف يصبح المقدس هو الذي يعني هو الذي يحركنا من الخارج، اي ان المقدس في النهايه هو ليس نابعا منا انما نابعا من الخارج او من الجماعه التي ننتمي اليها، وهذا هو مصدر المقدس دائما، المقدس لا ينبع من داخلنا انما هو موجود من الخارج لكنه يقطن في داخلنا يعيش في داخلنا. وهذا معنى حتى في الايه القرانيه يقول إن هو اقرب اليكم من حبل الوريد، لماذا؟ لانه هو منذ الطفوله يتغذى على هذه القضيه. وبغض النظر حتى عندما اذا قلنا انه إن هو اقرب اليكم من حبل الوريد عندما كان الدين, لي الدين الاسلامي كدين اسلامي ليس بذلك الانتشار وانا مجموعه من المسلمين فقط، لكن هي اقرب اليكم من حبل الوريد سواء كنت مسلم او غير مسلم. اي انسان يولد هو يشعر بان المقدس او مقدس الجماعه التي ولد ونشأ فيها دائما موجود واقرب اليه من حبل الوريد، بل هو بل هو الوريد نفسه. وهذا الشيء الذي يجعلنا نشعر بان النفس الانسانيه هي نفس بالضروره هي فيها فيها شيء من الواقعيه، يعني لا ليست يعني النفس لا نستطيع ان نقول انها شيء متخيل او غير موجود او وهمي لا فيها شيء من الواقعيه فعلا لان يعني كل انسان من عندنا يشعر بان هنالك شيء في داخله شيء الهي وهناك من يحاوره وان هنالك قسمان منشطران داخل ذاته وان هذا القسم الاول هو قسم الذي يصدر الاوامر والقسم الثاني هو الذي يطيع وهذا الاحساس موجود لدى جميع جميع الشعوب تشعر دائما حتى عندما يموت انسان يقول لك هذا غادرته نفسه معنى أن هنالك شيء داخل الإنسان وفعلا أنت أي واحد من عندنا يشعر بأن هناك من جزء متطلب منه هناك بعض الآراء طبعا المعاصرة تقول بأن هناك الإنسان عبارة عن عقلين أو مخين المخ القشرة الخارجية الحديث جدا وهذا في حالة صراع مع المخ الزواحف والقضية فيها تعقيدات وكلام كثير جدا ونظريات انا الان في معزل عن هذا الموضوع حتى لانه هذا جانبي فقط ربما يعني مجرد احاول ان اربط بقضيه فيزيولوجيه لكن اللي يعنيني هو ان ان افكر كيف هذا الشخص يتحدث معي لماذا يتحدث معي بهذه الطريقه هو ليس هو الذي يتحدث في الحقيقه انما هو النفس التي التي زرعت في الداخل او المقدس الذي جل أو وضع في داخله من قبل الجماعة التي ولد ونشأ فيها لذلك عندما يتعم يتحدث يقول مثلا لأنك تعلم أنك ستسحق فأنت تضاد وتخاصم دين رب العباد الذي يحارب الإسلام دين الله تعالى كأنك عنز تنطح جبل فهو بالنسبة عفونا من كلام الإسلام ودين الله تعالى والذي يحارب أه الكلمات دين رب العباد هاي كلها ضعوها جانبا هو بالنسبه لهنالك هاي تصورات موجوده في داخله لكي تدفعه للحركه ولكي أه تش هو لا يعرف معناها ليس المهم المعنى ما معنى دين ما معنى رب ما معنى عباد ما معنى اسلام ما معنى الله هاي كلها رموز لكنها كلها رموز خاصه بجماعته بالجماعه التي ينتمي اليها فبالتالي عندما يتحدث بهذه اللغه هو الأهمية تكمن في أنه يعبر عن النفس التي زرعت في أو أنبتت في داخله والتي أصبحت هو نفسه يعني ليس حبل الوريد إنما الوريد نفسه الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه أو هي الأكسجين الذي يتنفسه أو المثل التي جرى تلقينه عليها جماعيا او ايمانيا او اسلاميا او يهوديا او اي 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 نحله او طائفه نشأ وترعرع فيها. هذه هي التي تزرع بداخله الانطباعات، جميع الانطباعات التي يعيشها ويشعر بها حقيقيه هو تاتي من هذه المثل التي اللي هو التي جرى تطويره تطويرها داخله. وايضا جرى هو ايضا كانت لديه كانت لديه دوافع لتطويرها بشكل طبيعي كل احنا نشوف الاطفال منذ اللحظه الاولى ولادته يحاول ان يعني يتعلم من محيطه ويتعلم من ابوه من امه من المحيط مالته فهو بداخله تلقائيا يحاول ان يعني يطور هذه النفس التي بدات يعني هذا الجزء الثانوي الموجود داخله والذي هو شبه واقعي وشبه حقيقي يبدا بصناعه هذا الوعي ويحاول ان يغذيه لانه لا يستطيع الحياه بدونه لانه هذا الجزء الذي يقرر هو الامر والناهي والا في الجزء السلبي او الحيواني جدا هو جزء غريزي لا يمكن ان ان يعيش الانسان مع هذا الجزء الغريزي فقط ممكن الكائنات مثلا البدائيه جدا تعيش مع هذا مع هذا الجزء الغريزي فقط لكن هذا الجزء دائما اساسي وموجود الجزء اللي يتعلق بالقشره الخارجيه للانسان هذا الجزء اللي هو اللي هو النفس الحقيقيه التي يشعر بها الانسان والتي شعرت بها جميع الشعوب وجميع الامم عبر التاريخ هذا يؤدي الى ماذا يؤدي ان نحن بالنتيجه نحن كائنات مصنوعه من من كائنين وكل كائن يتعارض مع الاخر واحدهما اعلى من الاخر ويتامر ويامره ويتامر به وهذا الكائن الذي يامر وينهي هو الكائن الذي يمثل الجماعه او الدين ما معناه انه الدين انا دائما اقول الدين هو ظاهره جماعيه وليس جماعه ظاهره دينيه لانه كيف العكس لا يجوز فانه بالتالي تتدمر فكره النفس ولا تعود موجوده ولا يعود هنالك دينا ولا ولا ايمانا أه بعد الفاصل راح اتحدث عن لماذا نعتقد بان هذا النفس هي جزء منفصل من 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 جسدنا وجزء خاص ونوعي أيوة وانه أه جزء ممكن ان ينتشر ويخرج ويذهب ويعيش فيه ويبقى خالدا ابدا أه هذا التصور راح اتحدث عن ما هذا الموضوع بيوم القيامه او الافكار التي تتحدث عن الانسان بعد الموت النفس ستخرج من هذا الجسد وتلتحق بربها، أما بعض الدين يعني الإسلامي يعتقد بأنه النفس مع الجسد تذهب، وعذاب القبر وما إلى ذلك، كلها لها علاقة بهذا الموضوع الذي أتحدث عنه، فكونوا معي. كما قلت ان هذا تصور الانسان هو ان هنالك نفس وهنالك جسد وهذا الجسد هو منفصل عن هذا النفس وان هذا النفس ايضا الجسد لديه صوت وموجود ولديه غرائز وحاجات لكن النفس دائما هي الآمره الناهيه وهي الجزء الذي 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 يتشكل ليس من خلال الفرد نفسه انما من خلال الجماعه وهذه هي التي تطبع كل جماعة بطابعها الخاص هنا نحاول أن مرة قلت أن نشرت مادة أعتقد بالفيسبوك أو بالفيديو ما ذكر بالضبط قلت بأنه الفكرة الروح هي فكرة حديثة ويعني غير موجودة في الشعوب القديمة وأن هذه الفكرة هي بدأت أول ما بدأت عندما يعني بدأ الفصل الحقيقي بين النفس والروح وبين الجسد والروح لدى فيثاغورس خاصة وبدأت العقائد فيثاغورس كان لديه دين أو دين فيتاغوري عقائد غامضة جدا وسرية وحتى اختفت تفاصيلها لكنها دائما هي بدأت فكرة من القرن السادس قبل الميلاد يعني هي يعني يعني بواكير الفلسفة اليونانية فبدأت فكرة وجود روح وهذا بعد ذلك تم تأسيسها من خلال اخذت ابعادها لدى افلاطون ثم ارسطو وثم انتشرت في بين جميع البشر ما عدا ما عدا الهنود والصين طبعا الهند والصين عالم مختلف تماما لا نتحدث عنه الان وخاصة الصين الهند نوعا ما عندها اشياء قريبة لنا لكن هذا التصور هو الذي ولد لدينا فكره وجود روح وجسد، لكن عندما نجي الحقيقه نجد ان هذا الانفصال هو ليس متجسدا بهذه الصورة الدقيقة إنما آه هذا يمكن يشي بأن الفصل بين الروح والجسد أو النفس والجسد هو فصل نوعا ما فيه شيء من المعرفة أو آه نشره بعض اللاهوتيين وخاصة بالقرون الأولى المسيحية الميلادية الأولى بسبب تأثيرات الفلسفة الأفلاطونية وأفلاطونية وغيرها وانتشار الثقافة الهلينستية وليس الهلينية الهيلينية هي الأغريقية الهلينستية وتطوراتها بعد ذلك يعني أخذت أبعاد الضخمة من يعني من الفيلسوف الفيلسوف اللي راح نبالي فينون وأيضا الفيلسوف الأساسي أو المسيحي أوغسطين يعني واللي هو تونسي على الجزائري والذي هو أساس كبير يعني من مؤسسين اللاهوت المسيحي او من كبار مؤسسي اللاهوت المسيحي لدى جميع طوائف المسيحيه فبالتالي ان هذا هذه الروح التي جرى خلقها لم تكن موجوده عندما نجد الان ما ما زالت هنالك فصل بين بين المستوى الشعبي نسميه او المستوى المعرفي المستوى الشعبي ما زال يعتقد بان النفس غير ليست منفصله عن الجسد وان هذا النفس هي النفس الجماعيه او أو يعتقد الإنسان بأنه هو جزء من هاي الجماعة وهو جندي ليس فقط جندي إنما هو جزء لا ينفصل عن جسد الجماعة وهذا يجعله يشعر بالفخر ونجعله حتى عندما يكون صغير يعني عندما ينضج خاصة الذكر يشعر بأنه هو جزء من الجماعة وأن عليه دائما لديه استعداد للتضحية من أجلها وإثبات ولائه لهذه الجماعة وهذا إحساس العلاقة بنظرية التطور لأنه الإنسان لم ينشأ ولم يتطور إلا بفعل تعاون مع الآخرين وبفعل تشكيل جماعات وهذا هو اللي اللي يخلي الإنسان دائما يشعر بأنه جزء من جماعة وأنه لا وجود لفرق بين جسده ونفسه أو يفترض أو يعني هو أولا يفترض انفصال وربما أنا من افترض هذا ربما الإنسان هو أصلا الخاصه الانسان البسيط الذي لا لديه معارف ولا يتامل ولا يعني ولا تخطر في باله فكره ان يتامل في ذاته انما ان يعيش الاشياء كما هي فهو احنا نبحث عن الاسباب هو لا يبحث عن اسباب انما هو لا يجد سببا لاي شيء يفعله مباشره او لا يجد سببا مجرد يفعل الشيء مباشره بدون اي مراجعه فهو يتصرف هكذا فبالتالي هو يعتبر نفسه جزء من الجماعة أو هو الجماعة نفسها وهذه الجماعة تأخذ شكلها يعني أشبه بمنظور أو منشور هو هذا المنشور عندما تنظر إليه من هذا الجزء تجده صغيرا لكنه بالظل الكبير مالته هو المجتمع بأكمله وهذا الظل هو الذي يشكل شخصيته وبالتالي هو يعتبر نفسه هو كتلة واحدة مع هاي الجماعة اللي هي تشكل عمقه الواسع العميق. هذا التصور اللي هو اللي ولد بعد ذلك فكرة انه النفس هي التي ستموت هي التي ستذهب التي يعني ستذهب إلى مكان ما بعد الموت. عند سومارين تذهب إلى العالم الأسفل وقصة ديموزي واشتار وكيف أن مات ديموزي وهي ونزلت اشتار لاجله الى العالم الاسفل وفدته وعاد عاد بعد ذلك وقصه وهي نفس قصه القيامه المسيحيه تقريبا وهذه موجوده وقصه عوده المهدي المنتظر هي كلها تركيبه من هذه الاشياء وبعد ذلك تعقدت واصبح هنالك شيء اسمه يوم القيامه يوم الحساب العظيم حساب لماذا؟ هنا السؤال يعني تحولت الى فكره فلسفيه معرفيه اخلاقيه لاهوتيه لكنها بالحقيقه هي هذه الشيء الاساسي ان الانسان ما يشعر بوجود حاج فارق بينه وبين جسده يعني انا اللي ارى هذا الشيء بدليل انه عندما حتى لحد الان تشوف ان هنالك بعض الناس يعني ياخذ قطعه من شعره يعتبر يعني الجسد هو كل جزء من الجسد هو فيه قبس من هذه النفس وهاي النفس كاملة مكملة لا تقبل الخطأ وبعض الأحيان يعني أنه السهر الأسود أو السهر الأبيض تشوف أنه يقول لك الناس تؤمن عموم الناس تؤمن بأنه هذا أظفر مال فلان أو أظفر فلانة تضعه تحت الباب أو الأمهات عندما يولد أولادهم يأخذون قطعة من شيء آخر ويضعوها تحت رؤوسهم وهكذا واشياء كثيره بهذا المجال انا لست خبيرا فيها ممكن اللي عندهم خبره بقضايا السهرية والطقوس والاساط هاي يعني الـ الـ ما ما اعرف انه راحت مبادرات لا يحضرني اسمها لكن هي بالنتيجه تشي بان الانسان البسيط يعتقد بان هنا لا ان لا حاجز بينه وبين نفسه وأن هذه النفس موجودة في كل جزء من أجزاء جسده، وأن هذا الجسد هو بحد ذاته قطعة واحدة مع مع الجماعة، لكن عندما مجرد أن يحاول أحدنا تأملها أو التفكر فيها كما يفعل الشيوخ مثلا رجال الدين أو أي شخص يحاول أن يفكر في أمر ما أو يرتقي أو يتعلم أكثر مما هو عليه سيجد سيكتشف بان هنالك فاصل بين الاثنين ان الانسان مكون من من اقنومين هذا الاقنوم هو الجسد وان هنالك نفس كبيره ويشعر بانها منفصله وواضحه يعني فعلا شيء مختلف عن الجسد وحاجاته وهذا هو اصل الايمان ببعث الاجساد وعودتها بعد الموت او ليس بعد الموت حتى اثناء الحياه يعني يعني اثناء حياتك هذا نفس فلان موجوده في هذا الشيء في هذا الطعام مثلا فعد يقول لك هذا انا هذا فيها نفس فلان وفعلا اناس يؤمنون بهذا الشيء ويؤسسون عليها فعل حقيقي في الحياه في حياتهم في سلوكهم في تصرفاتهم في التحدي في في اتخاذ قراراتهم ايضا ولهذا السبب حتى عندما اشوف جميع الملوك القدماء أه تجد لديهم شخص متخصص في هذه الامور التنجيم وما الى ذلك معنى كلامي هذا ما هو؟ معنى انه فكره القيامه هي ليس لا علاقه لها بالدين الذي الدين الذي تؤمن به الناس حاليا. فكره القيامه هي او فكره عوده النفس هي اصلا فكره موجوده داخل النفس الانسانيه البدائيه لكنها بدات تاخذ اشكال اخرى على على مستوى نقول يوم القيامه وان هنالك حساب وان هنالك اله بالحقيقه والإله هو هاي النفس الجماعيه التي جرى جرت صناعتها ب او تصنيعها بمشاركه الفرد ذاته داخل الجماعه وايضا مشاركه الجماعه وعمليه تبادليه فيما بينهم وهذه النفس دائما تشعر بانها تنتمي لهذه الجماعه، لهذا لا تستطيع ان تتخيل الهندي عندما مع نفسه يتصور انه ان نفسه بعد الموت ستقف امام يهوى مثلا. ولا أو يقف أمام المسيح أو إله رب المسيح أو أي رب إله أو مردوخ الآشوري أو الآشوري يقف يتخيل نفسه أنه بعد الموت نفسه ستقف أمام الإله آشور وهو الذي يمثله يعني هو النفس التي يعيشها مع نفسه مع شوف حتى في العبارة شوف طريقتنا حتى باللغة اللغة كيف يعني محتالة علينا وأنه كيف تتغلغل هاي الفكرة فكرة الانفصال بين الجسد والنفس تتغلغل داخل اللغة نفسها، وحتى هذا النفس هو النفس نفسه، والروح هي الريح، وشوف الاندماج بين الحالتين، وهذا هو اللي مصدره الذي أسس فكرة القيامة، فكرة القيامة هي والعالم الأسفل أيضاً هي فكرة موجودة داخل الإنسان البدائي. كل ما جاء كل ما حصل هو انه والاله فكره الاله هي ايضا موجوده داخل الانسان لان هذه النفس الداخليه هي الاله الخاص بان الاله النموذجي الذي هو عليه لكنه يعاني لكي مثل الطفل دائما يحاول ان يتعلم يحاول ان يطبق ما يسمعه من قبل الجماعه الطفل دائما يشعر بانه اخطا في شيء ما لانه ما زال يصنع هذه النفس التي هي بالحقيقه هي نفس الجماعة وهي مصدر الحركة له ليس هو مصدر الحركة يعني الجسد الخاص ليس هو مصدر حركة الجماعة التي تنتمي لها هي مصدر حركة الإنسان أي أننا نحن نتحرك وفقا لإرادة الجماعة وكما نتصورها أو كما جرى تصويرها لنا من قبل الجماعة نفسها وعليه فان هذا المصدر هذا المجتمع هو الجماعه هو هي مصدر مصدر الفعل الذي كل فعل نفعله وهي هي يعني لا تكتفي ان تحركنا من الخارج بل هي هي موجوده معنا كما قلت في المقطع الاول وايضا هي ليست مجرد تاثير يعني مو تاثر علينا من الخارج لا هي هي موجوده وكما قلت انها موجوده فينا ولا تؤثر فينا تاثيرا عابرا انما هي هي, هي جزء متجسد داخلنا وفي كل اجزاء جسدنا هذا سبب شو احيانا حتى آلاف المعتقدات، يعني واحدة من في بالي أنه عندما يرتكب شخص عمل ما من عشيرة معينة فيتهمون هذا الشخص نفسه. يتهمون يعني لا يتهمون شخص، يتهمون عشيرة هذا الشخص أو جماعة هذا الشخص. باعتبار أنه هو تجسيد لتلك الجماعة. هو ما له علاقة يعني هو ليه يفعل هذا الشيء، عندما تجي عقلياً تفهم أنه المسألة لا, لا علاقة لها. لكن لماذا يتصرف البشر بهذه الطريقة لماذا يعاقبون شخص لا علاقة له لماذا عندما نقرأ التوراة يعني عهد يعني خاصة الأسفار الخمسة الأولى نجد أنه مدينة بأكملة تعاقب بهذه الطريقة في القرآن الكريم سدوم وعامورة قوم لوط هم خمسة أشخاص البقرة يعني الصفراء وال... و يعني قصص كثيرة من هذا النوع جماعه بشريه باكملها تقتل على هذا الاساس. الخلاصه اللي اريد اوصلها بان الانسان عندما يخرج المسلم او المتدين او اي انسان كان لا لا تفارقه كل التصورات التي جرت تغذيته عليها بارادته وبطبيعته وضمن تكوينه هذه الاراده التي كل هذه التصورات حتى الشخصيات البطوليه التي جرت تغذيتها عليها الصور المعارك الخلافات التعامل مع الأشياء يعني ثقافة كاملة هي تجسدت في هذا الشخص بحيث تكونت بعد ذلك هذه النفس التي أو الروح أو الذات التي يشعر بأنها مفارقة مختلفة عن عن عما هو عليه يعني يشعر أن هنالك طرفان ولكنهما متحدان متخالفان متخاصمان لكنهما لا يفارقان بعضهما البعض تأتي العقائد الدينيه المتطوره او العقائد الفلسفيه المتطوره والمعرفيه المتطوره وتفصل بينهما بشكل واضح بحيث يقتنع الانسان بان هنالك اثنان داخله جسد ونفس وان هذا الجسد هو جسد فيه سيء وهو م... ينفذ مهمة محاصرة هذه النفس التي دائما تحاول أن تعلمه كيف يتصرف ماذا يفعل أو ماذا لا ما الذي لا يفعل وهكذا و يعني مفهوم الحلال والحرام والحق والباطل والثنائيات كلها أو الصح والخطأ وهذا اللي يخلي دائما هناك إلحاح أنه أنت لا تكون ماديا هي الفكره الماديه هنا يعني عندما الانسان عندما يتخلى عن الفكره او الواجبات الاخلاقيه التي يكبل بها او يكبل بها وهو وهو مختارا يعني وهو كائن مطوع لهذه لهذه الواجبات فبالتالي لا يصبح الانسان انسانا بصراحه يعني لا يصبح هذا الانسان على مستوى من الاهليه ان تصفه بانه انسان، لكن المشكله وين؟ المشكله بان هاي الواجبات الاخلاقيه جرى تصنيعها وتوظيفها لصالح يعني الجماعه او القطيع الديني او القطيع البشري بشكل عام وجرى توظيفها لمصالح هي موجوده مصالح الجسد المادي نفسه. فهنا هنا يعني المسألة أعتقد فيها غموض كبير يحتاج تفصيل وتفكير وتفكر أكثر مما عليه الآن ولا يعني لا أريد أشتت الموضوع لهذا هذا هذا الوحدة مبحث خاص ومعقد جدا يدخل في علوم مختلفة وأنا لست مؤهلا للتوغل فيها اللي أريد أقوله بأنه هذا الإحساس بالواجبات الأخلاقية والاجتماعية والجماعية والدينية هذا الاحساس ان لم يوجد داخل الانسان فما الذي يتبقى منه؟ معنى اخر راح يصبح الانسان الانسان ذو البعد الواحد كما يقول ماركوس فهذا البعد الواحد ايضا ممكن نحيله نربطه بالراسماليه وبالواقع المعاصر لكن هذا موضوع يحتاج له ايضا تركيز لكن المهم الانسان بدون دين وهذا دائما الدين هو حياه الانسان هو فعلا لانه هو ما ولكن ماذا نقصد بالدين؟ نقصد هو هاي هذا الشيء الذي جرى آآ آآ تلقين الناس الافراد القطيع الديني او القطيع الجماعي او القطيع البشري عليه فبدون هذا الشيء لا لا يصبح بالفعل يصبح الانسان بعد واحد ليس بعد جسدي والبعد الروحي هذا ينتفي بعد ما له حاجه او ما ما يحتاج يعني ذكر روايه عظيمه جميله هي روايه جنسيه لالبرتو مورافي اسمها انا وهو فهو دائما هذا الهو هو هو ماخذ فكره فرويد فيقول انا والهو هو دائما هناك بينه وبين يعني عضوه الذكري فدائما هنالك صراع بينه وبين هذا العضو الذكري ف عند صديقه مثلا عند شوف زوجه صديقه فهذا هو الذي هو عضوه الذكري يمتلك عقلا ويقول له هذه امراه جميله يقول له هذا لا يجوز يعني ان هذه زوجه صديقي ويجب ان تحترم هذه الاشياء وتقف موقف حقيقي اخلاقي ضدها قل انت لا تفهم شيئا هذه امراه جميله لا تفكر ولا تحلل الامور بهذه الطريقه الغبيه انت هذه امراه جميله تصرف على اساس انها جميله ويجب ان تقوم بفعل يناسب الموقف دعك من الاخلاقيات والقيم والواجبات وما الى ذلك رواية عظيمه طبعا انا يعني الفكره مالتها لكن بها تفاصيل عميقه جدا ادعو لقراءتها ولو هي قديمه نوعا ما صارت هناك تخريجه اخرى ممكن ان نفكر بها بان هاي النفس هي المشكله بالنفس انه عندما نتاملها نجد هي النفس ايضا حاله حال البشر يعني تكبر مثلهم يعني انت عندما تجد انسان اصبح مسنا فبالضروره هو او مريضا فبالضروره ايضا هي النفس معاه تمرض وهذا نشاهده بانفسنا فكيف يمكن ان نفسر ان هذه النفس ستبقى خالده؟ الا عندما نتصورها على انها جزء من ان هذه النفس هي النفس الخاصه بالجماعه بالصوره الكليه التي يتخيلها الانسان لهذه الجماعه فبالتالي هذا الانسان عندما يمرض او يشيخ او يعجز وتتدهور حالته النفسيه لاحظوا هي حالته النفسيه فهي كلمه النفس ايضا موجوده حتى باللغه تساعدنا على تفسير هذا الامور فتتدهور حالته النفسيه معنى انه هذا جزء من الجماعه تدهور حاله لكن النفس الكليه للجماعه هي باقيه موجوده بل وخالده مسألة الخلود تبقى هنا هي المسألة الحساسة في هذا الموضوع أيضا يحتاج بحث أكثر وهذا يعني يخلي أدنى يعني مسألة شيخوخة النفس أيضا لها علاقة بالزمن بعدما نتخيل فكرة الخلود والثبات نتخيل أن الجماعة هي ثابتة وخالدة والله بالتالي هو خالد وهذا أيضا ترجعنا لفكرة الثبات الأصلية التي يجب أن يعود إليها كل إنسان فهي فكرة الثبات بالأصل أنت لا تستطيع أن تعيش بدون وجود مرجعية ثابتة لك هذا الثبات هو الذي يجعلك تتحرك وهو يمنحك القوة القوة التي تتحرك من خلالها وهذه القوة لا تتولد إلا من خلال وجود لم تجدها داخل نفسك فتجدها داخل الجماعة وبما أن الإنسان يولد داخل الجماعة فبالتالي هو يحتاج نفس القوة النفس التي تمنحها له الجماعة وهذه النفس هي حالة الثبات التي ستشكل أو تتفق عليها الجماعة وتتطور من خلالها يعني مسألة معقدة فيها نوع من التداخل لكن نحتاج شوية واحد يتأمل ويحاول أن يفك بعض التداخلات في هذه الأفكار اللي أنا أطرحها الآن وأرى فيها بعض الأمور التي تحتاج المراجعة والتدقيق هنا ايضا راح تشكل عندنا اشكاليه اخرى وهي اللي تسبب صراعات داخل الجماعه نفسها. إشكالية انه هاي النفس هناك نفس ضعيفه، هناك نفس مريضه، هناك نفس كذا، لكن النفس الكليه باقيه موجوده. فدائما هناك حاجه لتثبيت هاي النفس الكليه حتى لكي لا يجري التلاعب بها، وهذا اللي يولد صراعات داخل الجماعات، يقول لك لا هذه النفس الكليه هي هكذا وليس هكذا. يصير اختلافات فالثابت هو ثابت فعلا لكن كل واحد يفهم الثابت بطريقته وهنا تدخل الطبيعه تلعب لعبتها الطبيعه وان المتغيرات يجب ان تكون هناك متغيرات. ان هذه النفس التي تتخيل انها هي التي تصدر لك الاوامر والنواهي بالحقيقه هي ايضا بداخلها اشكال كبير. وهذه النفس هي نفس الجماعه لكن هي جماعه تحاول ان تتماسك وتخلق هذه النفس وتسميها اله، تسميها طوطا، تسميها معبود تسميها يعني تضعها في صنم تضعها في فكره يهوى في اسم في اي شيء. بالعلم ايضا اي اي عقيده اي فكره كليه هي بالطريقه او باخرى فيها وجهها الفردي الشخصي وفيها وجهها الجماعي القطيعي. او او الديني بالمعنى الشائع يعني الدين هو هذا معناه. وهذا يحيلنا الى فكره الخلود للجماعه. يعني عندما تخلد النفس الانسان فعندما تجد المؤمن مثلا المسلم يقول لك انت تكون مسلم كامل هو بالحقيقه يعني الجماعه هي التي تخلد هو عندما يذهب الى الاخره او الى يوم الحساب او هو يذهب الى اين؟ يذهب عندما يتم تمريره ونجاحه في هذه المهمه هو نجح في ان يطبق فكره الجماعه او النفس الجماعيه في ذاته فهم ماذا لا يمتحنون؟ لا يمتحنون هذا الجسد باعتباره جسدا منفردا انما باعتباره يمتلك نفسا هذه النفس يفحصونها هل هي تتطابق مع النص او التكست او الثابت الذي اتفقت عليه الجماعه وهذا الثابت الخالد اللي تحدثت عنه اني هذا الثابت الخالد يتحول الى صنم او الى او نص تكست اي شيء وما دام هو تكست كله كله تصدر من من هذا الـ هذا الـ الريليشن اوف ماشين اوف ريليشن يعني ما كانت العلاقات الموجوده في اللي نسميها دماغ او نسميها مخ فهذا العقل او العقل هو ما كانت علاقات تخلق علاقات متداخله فهذا يشوفون هل هي متطابقه مع العقل الذي تم تمت صناعته من خلال الجماعه ام لا فوبالتالي لا الانسان عندما يموت ويذهب الى الاخره لا يذهب بصفته هو انما بصفته هم او ما اسمي النحنوية النحنو. هذا النفس النحنوية وليس النفس الذاتية الشخصية فبالتالي الإنسان عندما ينسلخ من هذه النفس النحنوية يذهب إلى يحاول بالعصر الحديث عندما تطور الإنسان الآن بدأ يفهم بأنه عليه لا ينمي هذه النفس النحنوية أن يتخلص واجب الأساسي أن يتخلص من هذه النفس النحنوية لأنها تدمر جسده وتفصله وتشطره إلى شطرين هذا موضوع يحتاج لبحث اخر وحلقه منفصله. بعد الفاصل راح اتحدث عن الفرق بين النفس او الفكره النفسيه والفكره الشخصيه والفرق بين الذات والموضوع وما الى ذلك. هذه التفاصيل كلها بعد الفاصل واحاول ان اختصر الموضوع. واتمنى ان تبقوا معي، انا اسف لانني اطلت كثيرا. للتفريق بين النفس والشخصية هذه مسألة مهمة جدا أنا أعتبرها لكن حتى نكحل الموضوع بطريقة نوعا ما فيها مرجعية هنالك توصيف أساسي يقول بأن الذات هي صورة الفرد أمام نفسه أو إدراك الفرد لنفسه ولذاته ومعرفته بها أما الشخصية فهي صورة الفرد أمام الآخرين أو إدراك الآخرين لصورة الفرد وسماته المميزة له هنالك أيضا إذا رجعنا للتاريخ لابن القد... تيمية طبعا لازم ننزل بال... بال... للملعب يعني ونشوف شو يقول يعني فالنفس عنده بالنسبة له هي الروح المدبرة للجسم وهذه الروح المدبرة هي نفس الفكرة اللي تحدثت لكم عنها لأنه هي هي الفكرة الدينية هي هكذا فهذا يؤكد كلامي في القسم الأول والثاني أما الفرق وفقا ل... يعني عندما اطلعت على الانترنت والاشياء الاساسيه الرائجه فيما فيما في المعاني والفروقات بين هذه القضايا كل المصطلحات المفاهيم كلها بين الروح والنفس والذات فعندما نقول النفس النفس يعني كثير من يعني نعرف انه نطلقها على كثير من الامور لكن بحقيقه قلما نفط لمعناها وهذا اللي يعني انا الشرق... اللي اعطيت تصورات عنها وايضا تصورات بان تاريخ من التصورات انه هذا النفس التي لدينا كما قلت احيانا انه موجوده في كل جزء من الجسد واجوا المفكرين الفلاسفه شطروها الى روح وجسد وهذا وهذا هذان يتصارعان فيما بينهما لكن بالحقيقه هذا الصراع انا يعني في رايي هو صراع العلاقه بالمفكرين والرجال الدين هم الذي شطروا هذا هذا الاحساس الانسان بنفسه وبذاته وشطروه لكي بعد ذلك يضعون النفس التي يختارونها والتي يشكلون بها الجماعه التي يعني يسوء حظها وتقع تحت رحمتهم. الروح هي هنا الفرق بين النفس والروح هناك يقال بانه النفس هي عندما تتصل بالجسد. اما الروح فهي عندما تفارق الجسد هنا يعني هي افكار ومقترحات لكن هي يعني رجراجه جدا هاي المفاهيم المصطلحات لكن لان هي اللغه هكذا لان هي اصلا هي اصلا الكلمه والمصطلح والمفهوم اصلا هو مقترح فعندما نجي ونحدد ابعاد كل مفهوم أو كلمة فلابد أن تتداخل مع بعض بعضها الآخر وبالنتيجة يبقى المعنى الضمني هو هذا الأساسي وهذا يدل على أن عملية الفصل هي عملية قصرية جرت من خلال القوى المهيمنة على الجماعة وهذه القوى المهيمنة تحاول أن توظف وجهة نظرها أو رؤيتها للواقع وللتاريخ وللبيئه اللي حولها وبعد ذلك تضعها في صيغه نص على الجميع ان ينخرطون تحته، لكن بالعصور القديمه او السابقه على الاديان التوحيديه والاديان المتقدمه او الكونفوشيه المتطوره او العقائد المتطوره كانت سابقا العمليه ليست منفصله بهذه الطريقه، جرت هاي العمليه بهدف قصدي لكي تتطور الجماعه البشريه وتتحول من مستوى البدائي التلقائي الفطري إلى المستوى المصنوع أو الذي يقولب الذات والإنسان ضمن الجماعة بطريقة محددة فلا بد بعد ذلك أن يفصل بين الجسد وما يسمى الجسد وما يسمى الروح طبعا الجسد أنا أني راح أسوي حلقة خاصة عن هذا عن فكرة الجسد بالمنظور الفلسفي وهذه يراد لها حلقه اعتقد راح تكون مهمه وفيها اشياء امل بانها تمنح رؤيه جديده لموضوعات الجسد والسؤال كيف كيف تتكون شخصيه الانسان تتكون شخصيه الانسان من عاملين وليس من عامل واحد او من مؤثرين اساسيين المؤثر الاول هو مؤثر الجماعه انت موجود داخل هذه الجماعه وأنت بالتالي لا تتشكل شخصيتك من داخل شخصيتك إلا بفعل غير شخصي ولاحظوا هاي المسألة المهمة جدا فهذا الفعل غير شخصي أنت موجود داخل الجماعة فتتلقى من من الجماعة كل معارفك وكل كل ما يميزك أو كل ما يعبر عنك أو كل ما هو الإرث الجماعي يعني حتى أوضح الشرح أنت ذات هذه الذات او الشخصيه هذه الشخصيه لا تتكون الا بفعل قضيتين، يعني الاولى ان لا علاقه لها بالشخصيه نفسها انما تاتي من طرف غير شخصي وهو طرف الجماعه، هاي الجماعه تغذيك تسقي يعني انت الان هنا موجود هذا جسدك هنا تاتي المؤثرات الجماعه وكل ارثها الثقافي والمعرفي ووجهه نظرها بالعالم والحياه او دينها بكلمه واحده تغذيك بدينها الخاص. يدخل هذا الدين الخاص بك ولكن انت ياتي التفاعل بين هذا الدين الخاص بك وطبيعه جسدك لان يعني لا يوجد جسد يشبه الجسد الاخر مستحيل فبالتالي لابد ان ينتج عن هذا التفاعل شيء شخصي. والمشكله وين؟ أنه, انه انت يصير هنا يتولد الصراع، انه عندما انت تنظر انت مع انت موجود داخل الجماعه داخل بيئة الجماعة التي تعيش فيها أنت, أنت الآن هذا جسدك أتت مؤت... أتى الدين الجماعة ودخل فيك أنا أعني كلمة الدين بمعنى العام وليس معنى الخاص دين معين يأتي بمعنى اللي أقصده أنا يأتي هذا الدين يدخل فيتفاعل مع هذا الجسد وحاجاته وظروفه وبي... وكل مشاعر كل... يعني طبيعته الخاصة البيولوجية فيتشكل معه و... وتفاعل هذا الجسد مع المحيط مالته الفيزيائي، لكن هذا التفاعل راح يؤدي الى مشكله مركبه بانه كيف يعني ينتج شيء مختلف عن المحيط او البيئه الثقافيه او الدينيه التي نشات فيها. هذا يؤدي الى ان الى تم... ان هذا الجسد يمتلك رؤيه خاصه به داخل الجماعه نفسها، وهذه الجماعه هي الدين او الارث الجماعي الذي دخل داخل هذه الذات لكنه لن يعود نفسه مهما حاول وهذا يشكل صراع داخلي راح اتحدث عنه بعد شوي طبعا هنا نصير عندنا اثنين كما قلت هذه الشخصيه والنفس النفس هي هاي الجماعه الكليه وهاي النفس هي تتدخل التي تكون وعندما يعني تتفاعل مع الجسد المنفرد تتشكل تتشكل الشخصيه وهاي الشخصيه تحاول ان تعود الى النفس الكليه التي هي نفس الجماعه او دين الجماعه، تحاول ان تطبق دين الجماعه هذا واجبها الاكبر وهدفها في وجودها باكمله، تطبق كل ما يعني صوره العالم التي تمنحه اياه نفس الجماعه او دين الجماعه. أو عالم الأفكار والمشاعر والاستجابات والأفعال التي التي تقوم بها الجماعة ككل أو الجماعة الموروث الجماعة ككل موروثها الثقافي والمعرفي والخبراتي ميزة هذا ميزة النفس والشخصية أنه أنت لا تستطيع أن تستغني عن شخصيتك وتبقى تثبيت هناك تثبيت مزدوج يصير تثبيت للجماعة وتثبيت للذات نفسها، لان يعني انا دائما لابد لكل كائن حي من عامل من من نقطه تثبيتيه ينطلق من خلالها، فهو النقطه التثبيتيه الاساسيه بالنسبه له هي نفس ال... نفس الجماعه او نفس التي أو, المحي... او البيئه الثقافيه التي ولد فيها او الدين الذي ولد عليه. وعامل تثبيت الثاني هو الشخصيه التي تتولد بنتيجه التفاعل بينه وبين هذا هذه هذا الدين آه آه، الذي ولد عليه او نش... ولد ونشا عليه. آه، هنا يصير صراع بين عمليتي تثبيت ويصير آه اشبه بالسالب والموجب المغناطيسي، انه انت لا تستطيع ان تتخلى عن هذا عن هذا يعني اثنينهم مساويين في القوه. فيظل هذا الصراع المشترك بين الاثنين، بين, بين النفس والذات والشخصيه والذات هاي موضوع اخر انا يعني ما لانه مصطلحات مو بالضروره موجوده ذات يعني هي مصطلحات ومفاهيم بس انا يعني المهم هذا اللي اقوله هناك فرق بين النفس والشخصيه النفس ليست هي الكليه انما النفس هي الصوره الكليه للجماعه ولهذا السبب هذه الصوره يجب ان تعود الى يوم الحساب لانه الهدف هو ليس ان تكون شخصيه ان تتكون شخصيتك الهدف هدف البيولوجي او هدف الكائن وهو هدف الدين نفسه طبعا او بعباره المشهوره عدم التغريد خارج القطيع او هو الان دائما اقول إن الدين هو القطيع وهو الجماعه وهو يعني كل هاي المسميات هي هي ممكن تسميتها بالنفس او نفس الكليه التي يجب ان ينضوي تحتها او او التي يجب ان تنسحق شخصية الإنسان المنفرد تحتها لكي ماذا لكي تصبح ليس الأقرب إليه من حبل الوريد بل الوريد نفسه وهو الوريد هو الجماعة نفسها وبالعكس الدين الإسلامي متساهل عندما يقول الله أقرب إليه من حبل الوريد لكن هو يعني يقصد هو أنه يصبح الوريد نفسه وهذا هو اللي, اللي يعني تجلي الدين الكامل أو الحلم الأقصى للجماعة البشرية أو القطيع البشري الذي يرفض دائما جميع المجتمعات حتى الدول الحديثة المعاصرة العلمانية غيرها ترفض أي خروج على القطيع أو أي تغريد خارج القطيع وحتى يعني العلمانية الفرق أنه تضبط نوعية التغريد أنه لا أنت لك حق أن تغرد لكن تغرد ضمن الإطار محدود بال... ما قبل العلمانية أو ما قبل الحداثة كان التغريد يجب أن يكون متطابقا مئة بالمئة وإلا فهو أنت كافر وزنديق وابن ستين زنديق وفيك نفس شريرة من نفوس أخرى شوف القضية فيك يعني فيك مس شيطاني هذا المس شيطاني ولا ينتسب إلى هذه النفس التي يجب أن تتقيد بها هذا المس ولا وليس ولا يشكل شخصيتك بالنسبة لاحظوا هاي المسألة المهمة يجب أن تنتبه لها الدين لا يرى بأنك بأنك يعني عندك مشكلة بالتطابق بين شخصيتك التي تولدت نتيجة هذا تساقط النفس الكلية الجماع نفس الجماعة عليك ولا لا, لا يعترف بوجود جسد طبيعي لديك لكن هو يقول لك هذا لا, لا يفكر بوجود شخصية يفكر بوجود نفس أخرى خارج هاي النفس نفس الجماعة أو دين الجماعة معنى دين الدين والنفس والقطيع هي كلمة واحدة والله هي كلها يعني مربع متقابل مع بعضه يعني اشكال مختلفة لنفس الجوهر جوهر العرض على طريقة ارسطو لكن هذا الوجوه الاربعة هي نفسها يقول لك لا هنالك وجه اخر انت جرى تشويه نفسك بنفسك الموجودة داخلك هذه اللي هي قبس من النور الالهي هذه يجب ان تحافظ عليها وهنالك نفس اخرى اخترقتك وكونتك بما انت عليه، وهذا يؤدي بالنتيجه اذا ثبت بان هنالك نفس شريره اخرى داخلك هذا معناها خيانه، وبالتالي تستحق الطرد او النفي او التهجير او القتل او التصفيه بطريقه او باخرى. وحتى موجوده عند الحيوانات بالمناسبه، يعني عند القرود تشوف بعضها يقتلون بعض الافراد بشكل غامض. وبعض الحيوانات دائما الاسود تجد شخص تجد ليس شخص شوف لاحظ شخص يعني تلقائيا طلعت من عندي لكن هو فعلا تجد اسد خارج على النفس النفس الاسديه او القطيع الاسدي او المستاسد فتجد ان هنالك واحد من افراد القطيع مختلف ويمتلك نفسا مختلفة عن النفس التي تحالف وانصهر ضمنها جميع صار ضمنها جميع الاسود. وبعد الفاصل راح اتحدث عن فكرة الشخصية واشكالها المختلفة التي عبر عنها كل من الفيلسوف لايبنتس و او لايبنتس بالالمانية وايضا ايمانويل كانت وغيرهم من الفلاسفة فكونوا معي. كما قلت ان طرفاء الشخصيه هاي انه الانسان لديه لديه جانب الجانبان الجانب الشخص الذي هو نتيجه التفاعل مع محيطه ومحيطه او دينه التفاعل مع دينه بالمعنى الدين الذي اقصده ونتيجه ايضا لتفاعل هذا الدين مع جسده باعتباره هو المكان الذي او الموضع الذي الـ 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 الموضع المنفرد الذي الذي تسقط عليه يسقط عليه تسقط عليه المؤثرات وتأثيرات هذا الدين ونتيجه تفاعل لكن المؤثرات هذا الدين هي التي تخلق ما يسمى النفس النفس الجزئيه ولكن النفس الكليه هي الدين باكمله هذا هذه الصوره هي ممكن نقدر نشبهها بالصوره اللي اللي ابتكرها الفيلسوف لايفنز وعبر فكرة المونادة والمونادة هي فكرة هي عبارة عن يعني تقول إنه الإنسان هو عبارة عن جواهر بسيطة أو لا مو الإنسان هي المونادة إنه كل شيء موجود هو عبارة عن جواهر بسيطة هاي جواهر هي متوحدة وكلمة المونات هي بالأصلها يوناني هي أصلها يعني معناها الوحدة فهاي جواهر بسيطة لا تقبل الانقسام ولا تقبل الامتداد وهي الذرات الحقيقيه المكونه للكون بأكمله. وموناد المونادات هو بمعنى ما هو الإله نفسه. طبعا هو الموناد اصلا يعني فكره اطلقها افلاطون على المثال على الايديال، وايضا بعد ذلك اجوا مسيحيين يعني تحدثوا عن انه هنالك جواهر روحيه مكونه للكون، هي كل هاي كل هاي ترجع لهذا مفهوم يعني علاقه بين الشخصيه والدين او النفس. عموما هو يدل الموناد هو على المكون الاساسي للوجود وطبعا تفاسير كثيره حول الموضوع حول موضوع الموناد لان تعتمد على كل واحد وجهه كل فيلسوف وكل مذهب ووجهه نظره مثلا تروح على فيثاغورس فيثاغورس اعتبره انه وحده رياضيه ويعتبر بان الموناد هو اساس العالم هو فكره اصل العالم اللي بدات بطاليس هو اصل يعني بدايه فكره يعني لحظه وجود شيء او ما يسمى فلسفه بدات من لحظه التساؤل عن اصل العالم وهو هذه اللحظه التي خرج فيها الانسان من روحيه الدين او روح الدين او او الانتماء الى القطيع او الانتماء الى الدين والاحساس بالجماعه هنا بدات بدات تتشكل هذا التساؤل بدأت منه تتشكل معالم الشخصية عندما فطن الإنسان إلى أن وجود وجود شيء اسمه داخل وذات وخصوصية وما إلى ذلك وأن وجود عالم هذا العالم لديه مصدر أساسي وأصل لهذا العالم وما إلى ذلك طبعا كثيرون برونو مثلا اللي أحرقت الكنيسة اللي هو صاحب فكرة العوالم المتعددة قال اعتبر المناد هو المصدر الوحيد للوجود وشاف بأن الاضداد هي يعني موجوده بالانفينيتي والانفينيتي والزوجي والفردي آه، لايبنس هو اللي آه يعني كان السبب في شو في شيوع فكره الموناد وقال بان هذا الموناد هو آه ممكن نطلقه على كل جوهر من الجواهر البسيطه اللي يتكون منها العالم ويرى بان هذه هي جواهر روحيه آه مليانة فيها إدراك ودائما هي عندها نزوع لتتحرك بنفسها ولديها وتتغير من باطنها يعني مو بفعل الشيء خارجي طبعا هي فلسفة لابنز أساسا هي مفهوم أساسي بهذا وهناك كتب تتحدث عن هذا الموضوع وتعرفها بطريقة بطرق مختلفة لكن عموما هو يعني تعريفها باختصار وجوهر مغلق وبسيط جدا وغير قابل للتغيير وهو يمثل روح الانسان او روح العقليه للانسان. طبعا هذا بالنسبه للفلاسفه الماديين اخذوها على انها هي هاي المونات هي جواهر جواهر ماديه لكن اتوا الفلاسفه المثاليين وقالوا لا هي او اللاهوتين اعتبروها جواهر روحيه. وان هاي الذرات الروحيه او المنادات الروحيه هي هي اساس العالم الطبيعي وان هذا العالم والوجود المادي هو مجرد تجمع للمنادات ويعني ما ادخل في هاي التفاصيل المعقده لكن الفكره التي, التي اريد ان اشير لها بان فكره الشخصيه هي فكره بطريقه ما حسب حسب لايبنز او بتصوري هي, هي تكمن فيها جوهر شخصية كل فرد وهذا الشخصية هي متفردة ولا يمكن تكرارها وهذا الجزء اللي قلت عليه بأنه الجزء الذي الذي يمثل اللا شخصي داخل الشخصية لكنه عند لايبنز عندما تقول الموناد هو الموناد هذا الذي الجزء الأساسي أو المتميز لشخصية الإنسان أو هو ما يسمى جوهر الفرد بمعنى الفلسفة لكن بالمعنى الموناد اللايبنزي يقول بان هذه الشخصيه تتطابق مع كل الشخصيات الاخرى بما يشكل هذا العالم باكمله. او هو هذا الموناد كل شخصيه هي يعني انعكاس للعالم الروحي او المادي او لا لا يقول اللايبنزي روحي ومادي لكن انعكاس لهذا العالم باكمله وكل واحد كل شخصيه هي يعني انعكاس للفك المونات المونادات الكليه وكما قلت هي يعني النفس فكره الدين ترجع كلها لفكره القطيع الديني للقطيعه والدين هي حتى هاي التصورات اللي تحدث عنها يعني كلها تقع ضمن هاي الدائره وتتشكل على اشكال اديان على اشكال معتقدات على اشكال فلسفات على مذاهب على على مونادات على يعني ماديات مثاليات لكن بالحقيقه هي اصلها كل هذا وعندما نفحصها ربما لا نجد شيء، لكن هي مجرد قضايا وتصورات خاصه بالانسان نفسه، لكن هو يحاول ان يفهم كما قلت انه الدماغ هو اله لتشكيل العلاقات، وضمن هذه الفلسفات والمذاهب التي نحن عليها هي ايضا عباره عن نتيجه من نتائج هذه العلاقات. او الاصبونات يعني ألا يعني كما نعرف الاصبونات العصبيه هي بيناتها ملايين الروابط العصبيه بين عصبون واخر، فهي كلها هي اللي تشكل ما يسمى الانسان وما تسمح له بان يتطور ويفكر ويصطنع فلسفات وينشر فيديوهات مثل هذا الفيديو. وايضا يعني هل مثلا انا اعتبر انا موناد بالنسبه لللايبنس كانما ممكن ان اقول انا موناد او شخصيه من شخصيه، هذا الموناد هو جزء انعكاس للموناد الكلي. أو الروح أو النفس أو الدين بالمعنى الذي تحدثت عنه في هذه الحلقة وأيضا هذا هو يمثل وجهة نظر لهذا الإنسان لأنه كما قلت هو متكون من شيئين الشخصية والنفس النفس هي تمثل الدين تمثل الله تمثل القطيع الديني وطبعا القطيع الديني إلى تاريخ الخاص وعلاقات الخاصة لكنه تشكل يعني الدين الإسلامي هو حصيلة ما سبقه من علاقات والمسيحيه واي منظومه عقائديه هي حصيله ما سبقها لكنها بعد ذلك تشكل ذات جديده او موناد المونادات الجديد وهذا الموناد نسميه نفس وهاي النفس تسقط على كل فرد من هذه الافراد تشكل بالتالي الشخصيه وهذه الشخصيه تتكون من جزئين جزء لا شخصي وجزء شخصي. وهذا الجزء الشخصي حتى هذا اللي الناتج هو اصلا هو انعكاس للموناد الكلية. الان انا عن وجهة نظر كانت في الموضوع. او الزاوية اللي ينظر فيها لهذه الثنائية ايمانويل كانت. ماذا يرى كانت؟ يرى كانت بان حجر الزاوية بالموضوع هو او موضوعات الشخصية هي الارادة. والارادة هي القدرة على الفعل بموجب العقل. اما العقل نفسه فهو يعني هو اكثر شيء لا شخصي فينا من وجهه نظر او من وفقا لفلسفه ايمانويل كانت يقول بان او يرى بان هذا العقل الذي يمتلكه الانسان هو ليس عقلي انا انما هو العقل البشري عموما او هو قدره الذهن البشري على ان يرتقي على فرديته او على نفسه لكي يعني يكون ضمن او لكي يفكر بصوره شموليه وهذا الهدف من وجود الذات او الانسان يعني هذا بتعبير وليس بتعبير ايمانويل كان لكن هو يرى هذا انه العقل هو ليس عقلي انا انما العقل البشري باكمله لكن هو نفس التصور يعني شوف الفلاسفه والمفكرين ورجال الدين الكبار دائما يدورون يدورون ويعودون الى فكره القطيع والدين والثابت ويحاول دائما فتجدهم دائما الثابت ياخذهم و... وتتغير الكلمات والمصطلحات والافكار وترجع هي بطريقه نفسها وانا ايضا من الناس اللي ايضا فكره الثابت هي ايضا انا منقاد لهذه الاراده يعني انا ضمن العمليه لان لا انتقد لكن كل ما لدي انه احاول ان اشير الى هذا الميل الذي لا مثل الشخص يعني يحمل قيوده معه فلا يستطيع الا ان يعبر عن هذه القيود معه او هذه الثوابت التي لا يستطيع يعني انت عندما حتى عندما تخرج على الثابت او على شخصيتك فانت تحتاج الى تثبيت اخر يعني الثابت الخروج على الثابت هو ايضا فعل ثابت لانه لا تستطيع لانه غياب الثابت هو غيابك انت تماما غياب المعنى او غياب, غياب اي قدره على تشكيل اي قضيه هذا معنى وفقا لوجهه نظر ايمانويل كانت انه ما يجعل منك شخصيه شخصا هو كيفيه اختلاطك مع شخصية الاخرين او البشر الاخرين وتحديدا هذا الذي يجعل من كل منا انسانا يمتلك شخصيه اي ان الاخر هو الوجه الاخر لك وهذا يحتم يعني يسوي شكلين عندك النحنويه اللي هي النفس او القطيع الديني او الانويه، الانويه نفسها اللي يسميها هي تتشكل من هاي الشخصيه وتتشكل من النفس، النفس والشخص الشخصيه تتشكل الانويه، الانويه هي جزء منها شخصي وجزء من الشخصي ايضا جزء لا شخصي وحتى ما الموضوع عليكم يعني احاول ان ابسطها وما ما ما ادخل بعد اعمق بهذا الموضوع. اللي يساعدني على هذا الموضوع انه عندما ندقق في كلام او عندما نقرا فلسفه كان جيدا نفطن الى انه لا ينظر الى احاسيس الانسان والى جسد الانسان او بكل ما يتفرد به الانسان الا بوصفه بوصفه خصم للشخصيه او شيء يحارب الشخصيه، وانا اعتقد هذه وجهه النظر عندي اعتراض عليها، اقول أن بالعكس هي الشخصيه مكون مختلط وليس وليست الاحاسيس وجسد الا الـ 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 يعني وجود الاحاسيس الانسان المتميزه ووجود هذا الجسد المتميز هو الذي يصنع الشخصيه. وبينما كانت لا يقول انه الموضوع هذه الاحاسيس جزء هو المضاد النوعي لتكون الشخصيه. وليش؟ لان كما قلت هو يعتبر العقل هو عقل الانسان هو جزء من العقل الكلي، وهي نرجع بها نفس فكره افلاطون كانما المثالية ويرجعنا ايضا لفكره النفس، يعني عندما نلاحظ الشعوب باكملها دائما تعتبر النفس ليس شيئا فرديا انما نفس كليه وهاي النفس انه الريح كما تقول هذا النفس او النفس النفس هذا هو جزء من نفس كليه الروح الكليه واللي هي روح الجماعه هاي روح الجماعة التي خالدة التي لا تموت والتي لا تفنى والتي والإنسان نفسه لا يفنى جسده وهذا النفس وهذا دائما إذا نلاحظ جميع الشعوب نجد لديها هذا التصور بأن النفس ليست مسألة فردية وليست نفس إنسانية أو أن هذا الإنسان لديه نفس حتى عندما تغيم نفسه هو موجودة وشوفون الصورة الآن موجودة أن كيف الإنسان جسده والنفس تطلع منته أي أنه لا آه, الإنسان عندما يموت في الحقيقة ولا يموت الذي يموت هو جزءه الجسدي وهو الجزء الذي يوع... الجزء الأساسي الذي يوفر شخصية الإنسان والذي كان يجب أن لا يتوهم الإنسان ويظن بأنه هنالك فصل بين النفس والجسد بالحقيقه هو لا يمتلك صفته الا بوصف هذا الجسد، لكنه الحاجه الانسانيه الموروثه عبر الاف او مئات الالاف من السنين للتجمع دائما تحاول يعني تميل الى خلق شيء اسمه النفس الكليه وهذه النفسيه متوزعه بين الاشخاص ولكن الطبيعه لها ارادتها لانه لا يمكن ان يتشكل او يولد جسد مشابه تماما للاجساد الاخرى حتى التوائم لا يمكن ان تتشابه بالفعل بفعل انقسام الكروموسومات لابد ان يكون هنالك جسد مختلف عن جسد الاخر هذا هو اللي يكون الشخصيه وضمن هذه الشخصيه كما قلت هو جزء من النفس الكليه اللي يراها القطيع او او يحاول هذا الشخص يعني انه لا يدرك انه هو هو يشعر بوجود شخصيه مختلفه لديه او جسد وحاجات غريزيه لكنه في الوقت نفسه يظن بان هذا الشيء سيء او يؤمن بان هذا الشيء سيء، لانه اذا لم يؤمن لا يستطيع الحياه، لا يستطيع البقاء داخل الجماعه، لا يجب ان يؤمن والا سيفنى. هذا الصراع بين التكوين الفردي والارتباط الجمعي هو الصراع الكبير، يعني بين الفرد والدين انا اسميه او الفرد الشخصيه والنفس او المناد او الموناد الجزئي والموناد الكلي ان صح التسمية. واللي يعبر عن هذا انه انت دائما تجد لديك داخل دائما او هنالك شيء لا يعتمد على قواك الحيويه لا يعتمد على غذائك الطبيعي يعني لا يعتمد على الاكل ولا على قضيه المشاعر انما هنالك دائما شيء خارجي غير ليس خاصا بك هنالك شيء لا يعتمد اعتماد مباشر على العوامل العضويه او البيولوجيه او الفيزيولوجيه لا يعتمد دائما على ما يمثل المجتمع في داخلنا او دواخلنا فهي هاي كلها من اين تاتي؟ تاتي كلها اشياء يحفرها داخل الانسان الدين او كل شيء نتعلمه في من خلال محيطنا ونغذيه في اذهاننا و وطبعا العمليات العقليه التي تجري من خلال هذه الافكار والتغذيه الفيدباك او يعني او مو الفيدباك الاشياء التي نولد ونجدها حولنا وهذه المعتقدات هي التي تشكل بالتالي شخصيتنا و مع جسدنا المنفرد ايضا الجسد هو به مشترك مع الاخرين وضمن العقل كما يقول كانت ان العقل هو جزء هو منتسب للعقل البشري ككل يعني كما نعرف كانت يعتبر ان هناك مقولات اساسيه موجوده جميع العقول مثل السوفت وير الذي تعمل او الهاردوير الذي تعمل فيه جميع جميع العقول البشريه بطريقه واحده، لكن هنالك سوفت ويرات تختلف، كل دين لديه سوفت وير خاص لكن لا يعمل الا بالهاردوير نفسه وهو موجود لدى جميع البشر، هذا الهاردوير هو نفسه لا يختلف الا باختلافات بسيطه. او يعني ليس اختلافات كميه وليست نوعيه لان يعني المقولات مالته اساسيه لا تتغير او بالمصطلح الانجليزي المقولات الكاتيجوريز يعني واختم واقول هنالك ايضا مفارقه اخرى بانه ت... عندما تكون شخصيه لا يعني انك تكون اكثر حساسيه بالعكس ما تشترك به مع الاخرين هو هو هاي الفردانيه الفردانيه التي يعني دائما نقول الفرد هو ليس خارج على القطيع بل هو وحدة من وحدات القطيع والتي والتي هي تمثلها النفس القطيع كلية لكن الفرد لا ليس بالضرورة هو الشخص هذا شيء مختلف تماما وبالضرورة أنه عندما تمتلك شخصية أنت وهذا نتيجة تلاقى بين معتقدات النفس أو النفس أو الدين الذي يتساقط على جسدك تتكون الشخصية الشخصية بالتالي لا, لا ليس علاقة لها بالحواس إنما تتغذى بالأفكار والتأمل الخاص في الذات والعالم من حولك أي أن الشخصية لا علاقة لها بالشهوات وكما يدعي الدين أو تدعي المعتقدات السائدة أو العقائد دائما النفس أمارة بالسوء وهي لا يقصد بها النفس بالحقيقة لأنه أكو خلط دائما حتى عند المتدينين يقصد بها أنه هذا النفس الأمارة بالسوء الشيطان الداخلي أو الشخصية الإنسان الحقيقية ولكن ليست شخصية الإنسان باعتبارها نتاج حواس يشترك بها مع الجميع يعني غذاء أو أكل وجنس وما إلى ذلك وهي مشتركة يعني يعني شو تصير يعني حاسة اللذة الأكل والشبع والجوع هي مشتركة بين وبين البشر جميعا وبين جميع الكائنات نفس الحاجات ونفس الأشياء فما فما الذي يختلف؟ الذي يختلف بالشخصية هو أنك تكون لديك أفكارك الخاصة وتكون أقدر على التفكير وعلى الفعل بواسطة ماذا؟ بواسطة أفكارك ومفاهيمك ورؤاك الخاصة ونظرتك لهذا العالم واللي شخصيتك أيضا فهو هذا التفاعل الذي يجعلك أنت ترتد على أو تعيد يعني المفاهيم الدينية التي أو النفس التي الكلية أو الدين أو القطيع أو الموروث المعرف القطيع المعرفي القطيعي عندما ينعكس على جسدك بالضرورة تتولد هنا الشخصية وتتولد النفس الكلية، جزء من النفس الكلية أو المعتقد الديني، لكن الشخصية دائما يتم حذفها ومحاولة قمحها. بحجة أنها تصدر عن الحواس. لماذا؟ يعني لأنه لا الجسد القطيع لا يحتاج جسد، يحتاج هاي المنظومة القيم التي يريدها، لكنه يريد هذا الجسد لكي يتكاثر ويبقى على قيد الحياة. والخلود طبعا. اختم أقول ايضا مره اخرى ان أنا ما ليس معنى ان تكون منفردا او فرديا او متفردا انك ستكون شخصا من متميزا، هذا شيء مختلف تماما. شكرا جزيلا واسف على الاطاله لان الموضوع انا يعني فقط ارد على تعليق لكن الامر اخذني وكما هي العاده واسف على هذا الاطاله و واكيد انا اخطات في بعض الاشياء واتمنى ان تصححوا لي لاني كنت في معرض ارتجالي وتاتيني الافكار بشكل يعني يعني بشكل انثيالي على طريقه التداعي الحر كما هي العاده. اسف لطالب مره اخرى ومع السلامه وشكم بالف خير.